من جديد تعود قضية سعد المجرد إلى الواجهة لتفتح معها ملفاً غزا العالم الفني عربياً وعالمياً. الشرطة الفرنسية ألقت القبض مرة أخرى على الفنان المغربي في قضية اغتصاب جديدة بعد أن تقدمت فتاة بشكوى ضده متهمة إياه باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق والاعتداء عليها. هي ليست القضية الأولى التي تشغل الوسط الفني، بل إن سجل بعض المشاهير العرب حافل بقضايا مماثلة. فقد أثارت قضية رفعت ضد الفنان الجزائري الشاب خالد الكثير من الجدل، إذ اتهمته سيدة فرنسية بالتخلي عن ابنهما وعدم الاعتراف به بعد علاقة عاطفية بينهما أثمرت طفلا أنكر الشاب خالد أبوته، إلى أن قضت محكمة فرنسية بنسب الطفل للفنان الجزائري. كما عانى المطرب الجزائري الشاب مامي من صديقته الفرنسية التي قادته إلى السجن عدة مرات بتهمة الاعتداء عليها ومحاولة إجبارها على الإجهاض. اعتقل الشاب مامي إثر التهمة إلى أن اعترف بنسب الطفل له. ومنذ فترة ليست بالبعيدة خضع الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف إلى تحقيق من القضاء الفرنسي للاشتباه بتحرشه جنسيا بفتاة قاصر، إلى أن اعترف بتقبيلها وإرسال رسائل تحمل مضمونا جنسيا لها. ويرى محللون اجتماعيون أن اختلاف الثقافات وما يحمل في طياته من قيم تختلف في طبيعة العلاقة بين الجنسين يفضي إلى سلوكيات متطرفة يعتقد أصحابها خصوصا من الثقافة العربية أنها لن تكون مجرمة أمام القضاء.